دوران سكوتشيا، مارادونا رقص كويس وماشي مارادونا وماشي مارادونا وبيلعبها تاخد مع فالدانو وترجع لمارادونا وبيحط الجول الاول للارجنتين مارادونا ويقاوح ويشترك فيها ومشترك معاه شيلتون ويصفر علي بن ناصر. ميتي جول جول لعبته فات من واحد واثنين وثلاثة مارادونا ولعبها لفالدانو تفضل من فالدانو بيرجعها غوتش بيغلط انما طبعا مارادونا ما بقاش اوف سايد في الموقف ده لان الكرة جاية من خصم بيرجعها الخصم مش متشاطة ده الخصم بيرجعها فمارادونا بيحطها وبيقول له لعبها بايده بيقول له شيلتون انما علي بن ناصر مدي جول لمارادونا الجول ده رقم 113 في البطولة دي الجول اللي جابه مارادونا ده رقم 113 جول جم قبله كده ومارادونا دي